كاب افن الكلمة ليك. وقع انجاز الشركة هذه عام 2010، وكان معناها في التصور نتاع في التصور الانجاز نتاع الشركه هذه اللي تكون هي معناها شركه عندها المواطنه وتساعد وتكون عندها معناها مشاريع مع المشاريع اللي هي المشاريع في التكنولوجيا وفي تطوير الشبكه معناها نتاع الاتصال اللي هي نتاعها اللي هي العمل اليومي نتاع الشركه هذه. هي زاد عندها معناها مشاريع وعندها الفكره باش تواصل في انجازات معناها من نوع هذا في تشجيع المواطنه في برشا ميادين كما شفتوا عملنا في باردو هيك الابليكاسيون نتاع تونيزي باسيون، عملنا وقتها مع جمعيه البوصله، زاد عملنا وقتها الابليكاسيون هذيك باش نساندوا جمعيه البوصله، وفي نفس الاتجاه نواصلوا كل ما نجموا معناها نلقاو جمعيات في تونس عندهم الاهداف اللي هما نفس الاهداف نتاعنا احنا، نجربوا نتعاونوا معاهم. والحقيقه اليوم مع جون سيونس لقينا معناها جمعيه هي جمعيه عريقه وجمعيه معروفه وجمعيه معناها عندها اهداف نبيله، معناها فتح المجال للشبان وللصغار في تونس وخارج تونس، هذا اللي عنده اكثر من 10 نقاط في الجمهوريه الكل، وان شاء الله اليوم بدينا في تونس وباش نواصلوا في المستقبل في الجهات باش نحلوا المجال للشبان هذوما باش يكونوا عندهم معناها الفرصه باش يتعاملوا مع الأدوات الجديدة هذه اللي هي تتحط على ذمتهم باش ينجموا يجسموا الأفكار متاعهم وباش ممكن يخلقوا حوايج ويفهموا اش معناها لي نوفيل تكنولوجي لي نوفيل تكنولوجي و سيرفيس دو لا سيونس. بصفتك رجل أعمال سي مروان، أهمية الاستثمار في الشباب؟ والله هذه شيء أمور بديهية، معناها الشباب هذه ما الناس الكل يظل متفق اللي لازم نستثمروا في الشباب، ما فماش معناها واحد ينجم يقول عكس ذلك، كل واحد من موقعه بكل تواضع، معناها كل واحد من موقع نتاعو لازم يساهم. احنا شركه كبيره والحمد لله معناها عندنا اطارات وكونناها الشركه هذه في تلة الخمسة سنوات اللي تعداو، بالرغم من الصعوبات اللي تعدت منها وبالرغم من الصعوبات كما تعدت منها الاقتصاد معناها نتاع البلاد الكل، فهمتني؟ اما نحاولوا باش نواصلوا في الاتجاه هذا باش نجموا نعاونوا وباش نجموا نجسموا مشاريع لفائدة الشباب اللي هو مستقبل البلاد. كاب افن الكلمة ليك.